تشجع مين في نهائي الكاس، الزمالك ولا بيراميدز؟ لا بيراميدز. اشجع بيراميدز. الزمالك. اشجع الزمالك ان شاء الله. بيراميدز. بيراميدز. لا الزمالك. الزمالك ان شاء الله. بيراميدز. لا بيراميدز. اشجع البيراميدز عشان مستواه حلو قوي السنه دي، واول سنه ليه ويعمل الانجازات اللي ما حدش عارف يعملها لحد دلوقتي. عشان انا بحب الزمالك اكتر، بشوفه بيلعب كويس بعد الاهلي، يعني الفرقه اللي بعد الاهلي بتلعب كويس احسن. وبيراميدز انا العناصر اللي فيه احسن من الزمالك. انا بحب النادي الاهلي، لازم اشجع بيراميدز عشان بيراميدز غالب الاهلي. الزمالك هيكسب فرق الخبره بس. بصراحه طبعا اهلاويه يعني، فهشجع بيراميدز يعني. فاحنا بقى مستنيينهم يخسروا بيراميدز عشان يجوا الاهلي.